اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. عندنا ايه النهارده كريم وايمن؟ طبعا النهارده النادي الاهلي الانتصار الثاني على التوالي الحمد لله 1-0 في مباراه اسوان. لو هنبتدي سريعا قبل ما نستعرض اللقطات باحصائيات المباراه، الاهلي طبعا استكمالا لمباراه الاسماعيلي وبيتفوق في الاحصائيات رقميا، ولكن يمكن النهارده مباراه اسوان نقدر نقول ان النسبه كانت اقل شويه فيما يخص خلق الفرص، فيما يخص الاهداف المتوقعه عكس مباراه الاسماعيلي. يعني لما بنتكلم طبعا الاستحواذ النادي الاهلي 62% مقابل 38 لاسوان، يعني العكس معلش في المحاولات الصحيحه النادي الاهلي. هو هنا في حاجه غلط لان العكس النسب غلط. لا الرقم معكوس بس معكوس. لا هي مش معكوسه، مفيش حاجه اسمها 83 و62. 38 هي الرقم بس. لا وكمان اعتقد يعني الجنب اليمين ده بتاع اسوان وجنب الشمال في النادي الاهلي المحاولات بتاعته كابتن اسلام بنتكلم في ان هي ست محاولات صحيحه مقابل من 11 النادي الاهلي، مقابل ان اسوان عنده 2 محاوله صحيحه من 6. النادي الاهلي خلق فرص بنتكلم في 6 مقابل 5 لاسوان. نسبه الاهداف المتوقعه اللي هو الرقم اللي دايما بنتكلم عنده المره دي النادي الاهلي يا كريم 2.37 مقابل اسوان 0.66. طب فالنهارده النادي الاهلي لمباراه الاسماعيلي كان 4 طبعا، فالنهارده بتقل، ده معناه ان احنا خلقنا فرص اقل بالظبط. وكمان ما يعني كولر كان اتكلم عن احنا كان لازم نستغل النهارده كان قليل شويه، لكن نسبه التمريرات هي بنتكلم في العرضيات الصحيحه 6 من 27، الفوز بالكره النادي الاهلي كان اكتر، يعني كل حاجه اجمال النادي الاهلي اكتر، لكن هي بنتكلم في النقطتين بتاعه خلق الفرص والاهداف المتوقعه اللي قالوا عن مباراه الاسماعيلي، وده كان واضح شويه على اداء الفريق وكمان في تصريحات كولر بعد المباراه اللي هو اتكلم عن النقطه دي. طب واضح جدا كابتن سيد النهارده المباراه ربما يعني ننظر لها ان هي اكيد بروفا لمباراه السوبر يوم الجمعه، وواضح جدا جدا ان كولر من المدربين الفنيين اللي بيمشي مباراه بمباراه. طبعا جماهيريا اكيد هو حتى كولر قالها من ساعه ما جيت النادي الاهلي كل اللعيبه وكل من بيقابلني بيكلمني عن ماتش الزمالك عن ماتش الزمالك، وهو بطبعه هو طبيعي اي مباراه ديربي كل مباراه اكيد ليها وقتها. لكن نقطه مهمه عايز اتكلم عليها قبل الماتش، مش هنتكلم خالص عن الفريق بشكل جماعي، بعض اللقطات كده لمحت لكل لاعب. مثلا شادي حسين في الشوط الاول عمل تسديده رائعه، بس قبل التسديده دي عايزين نشوف الكوره اتدورت ازاي والتحركات كانت عامله ازاي لغايه لما وصلنا للنقطه اللي شادي حسين بدا فيها. نبدا من عند حسين الشحات اللي في وجهه نظري عمل شوط اول النهارده مميز بالنسبه لي بصراحه. النهارده حسين كان ممتاز جدا بيلعب الكوره وبينطلق فيما يشبه كده البلاي ميكر، ونبص على حسين ونتابع معاه هيعمل ايه ونستوب نستوب هنا الترقيصه دي. معلش لو نرجع نشوف الترقيصه دي ضربت كام لعيب. طبيعي جدا ان اهو ان كل لعيبه نادي اسوان انظرهم اتجهت ان حسين الشحات هيعمل التو لاكرم توفيق عشان يطلعه من على الخط. حسين عمل مراوغه رائعه ناجحه ضرب بيها 1 2 3 4 5 لعيبه مره واحده اتضربوا وفتح له مساحه تمرير بقى يعمل هو عايزه. شايفين المساحه كابتن اسلام قدام منطقه جزاء نادي اسوان، وهنا نشوف تمركز شادي حسين امتياز يا ابني والله امتياز، بيقف بشكل مميز وواصل للمنافسين وباعد نفسه عن التسلل. استلم الكرة عمل التيرن وواخد القرار. ربما كان في حد يقول هو لو كان باص الكرة لعلي معلول كان حاطه فيما يشبه الانفراد، بس انا عاجبني ان شادي حسين خد القرار لان هو في قرارة نفسه عنده الاحساس ان انا اقدر اشوط. نفس الامر ده برضو اتكرر في اللقطه الاخيره معايا في الشوط الثاني لبرونو سافيو. برونو سافيو لعيب مميز جدا واستلامته للكره رائعه، خد الكره وودى انظار لعيبه نادي اسوان ان هو هيمرر الكره ويطلع علي معلول، بس هو برضو خد قرار التصويب. القرارين دول انا عاجبيني من اللعيبه لان هم يمتلكوا مهاره التصويب وكمان عملوا الشغل قبل قرار التصويب نفسه يا ايمن بشكل ممتاز جدا حلو قوي قوي قوي. دي حتى كره سافيو لو تفتكر ماتش الاسماعيلي كان في برضو حاجه كده وراح برضو هو عامل نفس القطمه كده وراح شايطها بالظبط. اللعبتين دول من الالعاب الفرديه بصراحه النهارده اللي عجبتني جدا وحبيت ان انا القي النظر عليهم. طبعا واكيد اكيد بقى نبقى الكلام عن الفريق بشكل جماعي باذن الله باذن الله بعد مباراه نادي الزمالك لما نبارك للنادي الاهلي بالفوز بالسوبر. يعني انا ممكن استكمل كلام كريم في حته سافيو
في الكرة اللي عملها هنا لأكرم توفيق. هنا بنتكلم برضه كابتن إسلام التمركزات بتاعت اللعيبة اللي هي التحضير، الكلام تكملة كلام كريم، التحضير اللي احنا بنعمله هنا. علي معلول لعب الكرة لقفشة، قفشة على طول لسافيو اللي بص فاتح تمرير، معلول ظهر له على طول لعب الكرة. لو هنوقف بقى هنا، هنا كريم فؤاد وبصراحة هو اكتشاف في المركز ده كان عنده ممكن قرار واحد بس، كان ممكن لو خده لو سند الكرة قبل قرار التصويب. لا ليه قفشة هنا زاوية التسديد لقفشة كانت أفضل. هتبقى أفضل من هنا طبعا، هو عمل عليها تراي تاني، لكن قفشة للأمانة هنا تمركزه كان بقى صعب، ولعيبة أسوان كلها موجودة وجون قفل الدنيا. فهنا بنتكلم إن برونو سافيو حل مميز جدا لما بيلعب على الطرف مع علي معلول، بيديله أكتر من حاجة، يا إما التمرير عنده جيد جدا، لو ما فيش تمرير بيكسر وبيخش يشوط. أرجع بقى لأول حاجة كريم قالها على شادي حسين والحتة اللي هو إيه بروزها بتاعت التمركز. النهارده لو جبنا لعبه الجون الاول بتاع النادي الاهلي، يعني طبعا اول ميزه ان النادي الاهلي الكره على طول هنا الثانيه بناخدها، ادي علي معلول ديانج مقرب خد الكره هنا بقى نقف، بص هنا شادي حسين اهو، وهنا ده حسين ده قفشه واقفين هنا، ده تمركزات دفاع اسوان. ايوه سلم الكره لقفشه وبص اتحرك ازاي يا كابتن اسلام على طول مباشر، قفشه لعب له الكره الطوليه في المساحه، الراجل واخد السبرنت بتاعه سبق مدافع اسوان ورط الحارس في ركله الجزاء. فهنا بنتكلم عن التمركزات بتاعه شادي محمد شادي حسين كراجل كمهاجم أوكي. تمركزات جيده جدا. طيب فده كان صفقه مكسب للنادي الاهلي، ان شاء الله نفس الامور دي مباراه الجمعه تبقى بشكل افضل من كده كمان.